اهو. طيب هنبدا بقى طبعا في نوع عصير تاني متداول قوي عندنا ودايما بنعمله، بنكسر منه قوي في الشتاء كمان، هو عصير البرتقال والجزر. وفي ناس بتقول ايه، ليه بتقول الناس ان البرتقال ان الجزر ساعات احنا مثلا بنحتاج نعمل فيه حاجه ان احنا نسلقه؟ والله انتوا مش محتاجين تسلقوا الجزر خالص، مش محتاجين، انا بعمله فريش زي ما هو كده، طالما الجزر فريش وطازه ومسكر بستخدمه على طول في العصير مع البرتقال مع السكر مع التلج، الدنيا تبقى جميله. هو يعود لزرع البرتقال للشرق الاوسط طبعا، وانتقل لاوروبا عن طريق البرتغال عن طريق الرحلات والتجاريه اللي كانوا بيعملوها طبعا، وطبعا في جي وفي سي وفي بي 1 وفي بوتاسيوم وفي بي 9. عايزه اقول لكم ناس كتير جدا يعني دكاتره كلهم فترة فيروس كورونا كتبوا لنا ان لازم ناخد فيتامين سي، ده اساسي كل يوم. في مضادات الاكسده اللي هم بيقوي المناعه جدا وجهاز المناعه، مقاوم للاعياء، الناس اللي بتبقى تعبانه اخف حاجه تشربها هي عصير البرتقال. بيحسن الرؤيه، الناس اللي بتستمر عليه عمليه الهضم بتبقى ممتازه بالذات لما يتشرب الصبح. الناس اللي عندها ضغط عالي بتشرب من عصير البرتقال، يعني هو مفيد الحقيقه جدا. اهم حاجه ان انتم ما تعرضوش فيتامين سي لاي حراره عشان بيتكسر في الحراره. طيب هناخد كده الخلاط، الجزر انا بحطه زي ما قلت لحضراتكم زي ما هو، انا عايزه استفيد مش محتاجه اسلقه، ولو سلقته حطوه بالميه بتاعته، اذا حضراتكم بتفضلوا سلقه خلاص حطوه بالميه بتاعته اللي اتسلق فيها. هاخد شويه سكر صغيرين لان انا مش عايزه سكر، وانا بصراحه العصير البرتقال ده يتشرب من غير سكر خالص، يعني ما تحطلوش سكر اصلا، ولا الجزر يتشرب سكه كده يعني على طول. حتى عندنا الماكينه الخاصه بيه عصير الجزر او عصاره الجزر بقت دلوقتي اسعارها كويسه، كانت زمان غليان انها ما كانتش موجوده في مصر خالص، كنا بنجيبها من بره زمان في التسعينات وفي الثمانينات، دلوقتي بقت منتشره واسعارها كويسه ومتداوله، نقدر نجيبها ونعصر فيها الجزر طول الشتاء. ما تبطلوش الجزر ده من البيت مع البرتقال. ليه بنقول مع البرتقال؟ ان الجزر دايما لما الاولاد الصغيرين كان يجي لهم امساك يجي لهم اسهال نقول لهم نعمل لهم جزر مهروس عشان يمسك شويه، فهو من الحاجات اللي بتسبب امساك، لكن البرتقال ملين. فنعمل بالانس، بس احنا ايه، خدنا برتقال وجزر خدنا الفوائد لكن ما تعبناش، لا جالنا اسهال ولا امساك، فالدنيا جميله ان شاء الله. انا خليني اخلطهم كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، بعصير البرتقال اللي انا حطيته مع البرتقال ده، ويلا نضربه. بسم الله. حضراتكم شوفوا العصير بقى ناعم ازاي. ليه بقى؟ قطعت الجزر صغير، فما اولا ما اذاش الخلاط ولا سكنت الخلاط، وفي نفس الوقت اتضرب كويس وبقى طعمه حلو، وانا حطيته فريش ولا قعدت اسلق ولا اعمل حاجه، حاجات ساعات بنصعبها على نفسنا. بصوا الجمال، قوامه حلو، بعصير البرتقال، عصير رائع مفيد، احنا محتاجين بجد ندعم بقى شويه بعيدا عن الصيف والمشروبات الغازيه والحاجات المنوعه في السوق، الكم الرهيب اللي احنا بنشوفه ده، ان احنا بجد نلجا بقى للحاجات الطبيعيه بتاعتنا. زمان زمان كان لما حد بطنه توجعه، ولما حد يشتكي من صداع كان او ضغط عالي، نعمل دايما المشروبات الخاصه بيه في البيت على طول، فدي حاجات جميله. مش عارفه ليه احنا بعيدنا عن الشويه دول، بس خلوا بالكم الناس اللي بتلعب جيم او بتروح تلعب رياضه، او الرياضيين، او حتى البنات اللي بتبقى بتحافظ على جسمها وبتبقى عايزه حاجات صحيه ما بتستخدمش الحاجات الطبيعيه. انا بعمل طبق سلطه بحط فيه عوضين ثلاثه من الخس مع بيضه بروتين الصبح، مع واحده افوكادو من دي، مع ربع رغيف كده قد كده بالظبط من العيش اللي بالرد او بالعيش بالشوفان، متشكره جدا. احنا مش محتاجين حاجه، مع خيار، حاجات
فيها الياف ملينه زي الخس زي الخيار زي الحاجات دي. الخضار دايما زيرو كالوريز يعني ما بيسببش اي مشكله، لكن احنا محتاجين بروتين ومحتاجين تنظيم شويه للاكلات. سناكس بقى حاجات صحيه، طب ما اخد قطع جزر متقطعه. الكرفس بره مصر في المدارس الاجنبيه على فكره بيلاقوا الكرفس الفرنساوي ده محطوط من ضمن الـ يعني البوفيه بتاع الولاد اللي بياخدوا وجباتهم بيبقى موجود، فبياخدوا الكرفس مع الجزر الخيار، حاجات كلها طبيعيه جدا ما بياكلوش غير كده. يعني مش عارفه احنا نفسي نعمل كده، والله نفسي بجد نعمل كده، نفسي المدارس بتاعتنا كمان ثقافتها تتغير في مفهوم الكانتين بتاع المدرسه ده، انه يبقى في حاجات صحيه للولاد، لان بجد بقى نسبه السمنه كتير، الولاد بقت بتتعب كتير، الولاد صغيرين في سن صغير تلاقوه بيتعالج تعبان. احنا عايزين بقى ندعم الحاجات الحلوه دي.